ساكنة إقليم دريوش اضطرت إلى التنقل إلى إقليم ناظور من أجل قضاء حاجيتها المتعلقة بالإدارة العامة للأمن الوطني، من خلال مثلا إنجاز بطائق التعريف الوطنية أو الحصول على بطاقة السوابق القضائية. لذلك كانت مطالب الساكنة منذ مدة طويلة حتى قبل إحداث هذا الإقليم الجديد، كانت هناك مطالب تروم إلى إحداث هذه المفوضيات في إقليم دريوش حتى تتمكن الساكنة من قضاء حوائجها داخل هذا الإقليم العزيز. نحن بصفتي كمستشار بجماعة ميضار كانت هذه النقطة محل إدراج بجدول أعمال دورة فبراير لهذه السنة، إلا أنه انتهت بتأجيلها إلى دورة لاحقة بالنظر إلى عدم حضور ممثلين عن الإدارة المعنية لأشغال الدورة المذكورة. وفي هذا الإطار كانت إدارة العمل الأمن الوطني قد قطعت أشواطا كبيرة على مستوى جماعة الإمام ميضار من أجل إحداث مفوضية للشرطة بتراب الجماعة، حيث سبق لها في سنة 2008 أن تم اختيار البقعة الأرضية المخصصة لهذا المشروع، ثم في سنة 2014 تم استصدار رخصة لبناء هذا المشروع بجماعة ميضار، إلا أنه بقي هذا المشروع منذ ذلك التاريخ مجرد حبر على ورق. لذلك نستغل هذه الفرصة من أجل المطالبة على غرار باقي ساكنة إقليم الدريوش من أجل الإسراع في إحداث هذه المؤسسات الحيوية بتراب إقليم الدريوش، لأنه خصوصا وأن إقليم الدريوش يضم ثلاث جماعات ترابية حضرية، لذلك بات من الضروري تنزيل هذا المشروع الهام على أرض الواقع في أقرب الآجال.